ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن بعض الناس قد يقدم على بعض الأعمال لا يشعر بمخالفتها للتوحيد، إما عن جهل وإما عن نسيان أو لغير ذلك. وبالتالي على الإنسان أن يتعلم التوحيد وأن يقوم بتطبيق هذا التوحيد على نفسه في أعماله، فيجعل كل أعماله لله جل وعلا ولا يصرف شيئا من عباداته لغير الله. وكم من عبادة يظن الناس أنها مما لا يجب إفراد الله بها ويكونون على ضد ذلك. ومن أمثلة هذا عبادة التوكل، فإن التوكل بتفويض الأمور واعتقاد أنه لا ينفع ولا يضر أحد إلا بإذن الله جل وعلا قد تغيب عن بعض الناس، فقد يظنون أن الرزق بيد أحد من الخلق فتذل له قلوبهم وتصغر له نفوسهم، فيخالفون بذلك ما جاء من وجوب التوحيد الكامل الواجب، فيكون هذا مؤثرا وقادحا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكما قال تعالى: فابتغوا إليه الرزق، وكما قال جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، في نصوص كثيرة تبين انفراد الله جل وعلا بأمر الرزق. وهكذا في باب النصر، فإن الإنسان متى غفل عن التوحيد ظن أن الأسباب هي التي تنصره، وغفل عن أن النصر بيد الله جل وعلا، فظن أن الأسلحة أو ظن أن الدول أو ظن أن الأشخاص بيدهم النصر، وغفل عن أن النصر بيد رب العزة والجلال، كما قال تعالى: يؤيد بنصره من يشاء، وكما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمتى كان الإنسان موحدا علم أن النصر بيد الله، وبالتالي توجه إلى الله يطلب منه النصر، يستنصره على أموره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر حينما خرج يطلب القافلة التجارية، إلا أن جيش أهل مكة بعتاده وبقدراته وبعدده المضاعف لعدد أهل الإسلام قد واجههم، فحينئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مستنصرا له، طالبا غوثه وطالبا النصر من عنده جل وعلا، فنصره الله سبحانه وتعالى، فكان نصرا مؤزرا في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم نصر الله أهل الإسلام. وهكذا إذا استشعر الإنسان هذه المعاني تعلق قلبه بالله جل وعلا، فكان خوفه من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف أحدا من سوى، لا يخاف أحدا سواه، كما قال تعالى في غزوة حمراء الأسد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقوله فلا تخاف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أن من كان وليا للشيطان فإنه يتمسك بما يأتيه من عدوه الشيطان من تخويفه من الناس. وهكذا من معاني الآية أن الشيطان يحاول أن يلقي في قلوب المؤمنين مخافة أوليائه من الكافرين والمشركين. ومتى علم العبد أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال انحصر خوفه في ربه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه:
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكما في الحديث الشريف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا فإن المؤمن يعلم أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، وأنه لن يتمكن أحد من أداء عمل إلا بمعونة من الله، فيتوكل على الله وحده، فيعتمد قلبه على ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم على ربهم يتوكلون، وقدم الجار والمجرور في قوله على ربهم لبيان انحصار توكل المؤمنين في كونه على ربهم سبحانه وتعالى، وأتى باسم الرب لأنه هو الذي رباهم بصنوف النعم، فعندما يتذكرون نعم الله عليهم وما يستمر به من إسداء الخيرات لهم كان هذا من أسباب جعلهم يعتمدون على الله ويتوكلون عليه وحده دون من سواه. وهكذا في باب الأسباب، فإن العبد حينما يعلق قلبه بأسباب لم يرد في النصوص تأثيرها يكون هذا مما يخل بتوحيده، فيحتاج إلى أن يجدد توحيده ببيان أو باعتقاد أن المؤثر الأول في الكون هو رب العزة والجلال، وبأن الأسباب لا تكون أسبابا إلا بأمر شرعي أو بأمر كوني يثبته الله جل وعلا في هذه الكائنات والمخلوقات.